بسم الله الرحمن الرحيم. انا الضابط العقيد عدنان محمد حلاق من مرتبات الفرقه الجويه 22 اختصاص طيران رادار، وهذه هويتي. قال انا ومجموعه من الجنود والعساكر انشقاقنا عن الجيش الاسدي الذي يقتل المدنيين الازل وردا على المجازر والمذابح التي يقوم بها واخرها التي تحدث في جبل الزاويه وحمص وحماة، وردا على استخدام الطيران العسكري والمدني في نقل الشبيحة والأسلحة إلى مطار حماة العسكري، وتعيين اللواء وجيه محمود حاكما عسكريا في المنطقة الوسطى. نعلن انشقاقنا وانضمامنا إلى صفوف الجيش السوري الحر بقيادة لواء رياض الأسعد والالتحاق بكتيبة أبي الفداء في حماة لحماية مدني العزل، وندعو جميع رفاقنا وأهلنا داخل الجيش والأمن أن يلتحقوا في صفوف هذا الجيش، والله الموفق. عاش السوري حر أبيها.